سؤال هو تقيل على قلبي قوي بس هو لازم يتسأل. ظاهرة مش ظاهرة، حادثة ان في اطفال رضع فجأة بعد الشر، ربنا يعافينا جميعا ويعافي ولادنا، بيموتوا فجأة يبقى زي الفل ودخل ينام لا قدر الله يحصل ده. متلازمة الموت المفاجئ. أيوة دي ليها اسباب وليها توعية معينة ممكن نقولها سؤال للامهات، مهم. احكوا لنا في ده ارجوكم بشكل يعني ايه كل ام سمعانا تستفيد منه. طيب لو هنتكلم على اللي هو سادن انفنت ديث سندروم او متلازمه الموت المفاجئ، ليها اسباب كتير، منهم الاطفال اللي بترضع للاسف صناعي. ليه؟ لان ده تحذير برضو ان احنا طبعاً نبعد عن الرضاعه الصناعيه. طبعا طبعا طبعا. بصي انا ضد الرضاعه الصناعي طالما ليس لها لازمه، يعني استقتلي استقتلي على الرضاعه الطبيعيه عشان مثلا ما بتجشعش كفايه، ولا فكره ان هو صناعي؟ لا مش قصه كده. اولا فكره ان هو صناعي، انت ما بتديهوش المناعه الطبيعيه اللي جسمه محتاجها، انت مدخلاله حاجات غلط، فبتعملي حاجه اسمها انتيجين انتي بودي رياكشن، اللي هو تحسس من انواع البروتينات والدهون اللي داخله جسمه معين. دي حاجه. تاني حاجه، الطفل اللي بيرضع صناعي الام هتديله وهي نايمه، فهي نايمه هو نايم وهي نايمه فتره بالليل، تمام، فبيبقى نايم فلات، تمام، فهي بتديله ممكن يشرق، يدخل اللبن في ودنه فيشرق، ممكن يروح فيها، تمام. الام اللي طفلها بينام على بطنه، انا بنيمه على بطنه عشان لما بياخد لبن بيجي له مغص كتير، عشان ما يشرقش، انا بنيمه عشان يطلع الغازات. الطفل ما عندوش الريفلكسز اللي هي تخليه لما حاجه تلمس في وشه مش ان هو يعرف يلف راسه فيتنفس، ثواني بس يطلع بس منه الجهاز. انهي طفل بقى اللي ما بيحصلوش كده؟ اللي بيرضع طبيعي، سبحان الله، بيحرك راسه مش بيحرك رد فعل، بيرضع بطريقه صح، بيبقى ممسوك بطريقه صح. طب اللبن طلع من ودنه، عكس ما كل الناس بتقول، كل الدكاتره بتقول، حتى لو اللبن الطبيعي لبن الام خرج من ودن الطفل ما يعملوش تحسس. سبحان الله. ومعظم الوقت امه ماسكاه كده، فماسكاه كده يعني غير الرضاعه الصناعيه في اسباب تانية للموضوع لا قدر الله الموت الفجأة. طبعا انا بقول لحضرتك لو نام على وشه، لو نام على وشه تمام، ما هو ده عشان رضع طبيعي برضو. ما هي معظم الاوقات رضع صناعي ونام على وشه بيرضع، لا وهو بيرضع طبيعي ما بيجيلوش المغص، فلما ما بيجيلوش المغص مش هتنيمه على بطنه. بالظبط.